السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم. نتعرف النهاردة مع بعض على فرع من فروع اللغة العربية، فرع البلاغة. البلاغة من أهم علوم اللغة العربية لتساعدنا على تذوق الجمال. فاكرين يا أحبائي، فاكرين لما كنا بندرس النصوص في المرحلة الإعدادية، كنا دايما نيجي في النصوص نقول التذوق. التذوق لما كنا بنقول صور حاجة بحاجة، او نقول ان تعبير جميل يدل على، او كنا بنقول بين الكلمتين مقابلة او تضاد. كل ده هندرسه بالتفصيل في المرحلة الثانوية، ونعرف مع بعض كل حاجة باسمها. هنتعرف مع بعض على ان البلاغة لها ثلاثة علوم. أول علم عندي علم البيان، الثاني علم بديع، الثالث علم معاني، وكل علم من دول هنتعرف عليه بالتفصيل، وهنعرف المقصود به، وهنعرف بينتمي تحت اسمه إيه. تعالوا نشوف مع بعض النهاردة الفرق بين الحقيقة والمجاز. هنعرف التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. الجندي المصري شجاع، الجندي المصري أسد. واضح الفرق بين التعبيرين؟ فاكرين لما كنا في إعدادي بنقول تعبير جميل حيث صور الجندي بالأسد؟ هو مش المقصود ان الجندي هو حيوان الأسد، لكن المقصود به ان هو شجاع زي الأسد. عبر المصريون القناة، مجازي عبر المصريون المحن. شايفين الفرق؟ هذا الرجل كريم، هذا الرجل بابه مفتوح دائما. بابه مفتوح دائما ده دليل على الكرم. ألقى الرئيس خطبة، ألقى الرئيس كلمة. إيه ده، هو الرئيس هيطلع عشان يقول كلمة؟ لا، ده هيقول خطبة كاملة، فالكلمة هي جزء من الخطبة. يبقى واضح يا حبايبي الفرق بين الحقيقة والمجاز. تعالوا نشوف كده الفرق تاني. التعبير الحقيقي يستخدم فيه اللفظ في معناه الأصلي، يعني كل لفظ متقال هو مقصود بالمعنى الأصلي بتاعه، هو متعمد في المعنى الأصلي بتاعه، متعمد يقول لي إن الجندي المصري شجاع، متعمد يقول لي إن المصريين عبروا القناة، متعمد يقول لي إن الرجل ده كريم. أما التعبير المجازي يستخدم فيه اللفظ في غير معناه الأصلي لعلاقة مشابهة أو غيرها. ما الجندي المصري قلنا مش أسد، هو كلمة أسد المعنى الأصلي بتاعه هو حيوان أسد. أما المعنى الغير الأصلي إن هو شجاع، فهنا استخدم الأسد في غير معناه الأصلي. وكذلك كلمة المحن، وكذلك بابه مفتوح، وكذلك كلمة الكلمة اللي ألقاها الرئيس. تعالوا نشوف مع بعض تدريبات عشان نأكد معلومة النهاردة مع بعض. سين واحد، أذكر نوع الأسلوب حقيقي أم مجازي فيما يلي. وتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبقي بابا للسعادة مغلقة. التعبير عندي تعبير، برافو مجازي. العقاد مؤلف سلسلة العبقريات، التعبير ممتاز حقيقي. هذا الرجل يشار إليه بالبنان، برافو مجازي. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ممتاز مجازي. هذه الفرس سريعة جدا، برافو حقيقي. وبكده نكون انتهينا أعزائي الطلبة من درس النهاردة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.